أهلا بكم، أنا الكاتبة نجلاء محفوظ، خبيرة التنمية البشرية وخبيرة اجتماعية ومساعد رئيس تحرير الأهرام. النهاردة حابة أن أكلمكم في موضوع، بالحقيقة كل ما أروح في أي مكان أو في ندوة أو بيبعتوا لي الرسائل، زوجات بيشتكوا أن في صمت في البيت، أنا زوجي ما بيكلمنيش، وساعات بقى نبتدي بقى ان احنا نسخن نفسنا اكتر، انا قطعة اساس في البيت، انا مش حاسس بيا، انا بيهمني، انا خلاص طول النهار حاطط وشه في اللاب ما بيكلمنيش، ما هو واصحابه بس، ما بي يعني بقى في ورد. وافتكرت دلوقتي حاجة لطيفة، زوجة قالت لي ان هي زوجها هيجننها، يعني ان هي كتير قوي تقعد تتكلم معاه ويرد عليها ولا طيب حاضر ويعمل، وبعد كده تقول له فاكر موضوع كذا، يقول يبص لها ببراءة شديدة جدا، نحط مليون خط كلمة براءة شديدة جدا، وهو مذهول ان هي، ويحلف بجد بصدق مش بيكذب، ان هو ما سمعش الكلام ده قبل كده، وان هي اول مرة تقول له الكلام دوت، وان ده معناه ان هو حضرته كان مكبر دماغه تماما، وهي قاعدة ايه بتتكلم وبقول لها اه حاضر بس وخلاص عشان ايه تسكت. ما انساش برضو في مره كنت في ندوه وكانت للسيدات فقط، ففي زوجه قالت لي على حاجه لطيفه قوي، بتقول لي ازاي زوجي يتكلم معايا، انا بقعد محوشه له كلام طول النهار، فبحيث ان هو اول ما يجي اقعد اكلمه وهو كل همه ان هو عاوز يسكت فيا، وتعملي بايديها كده يسكت فيا يسكت فيا عشان يعرف يتفرج على التلفزيون. فقلت لها بالراحه على نفسك، يعني اولا ليها وكل الزوجات في حاجه مهمه قوي، انت قبل ما تتزوجي الزواج كنت بتقسمي الكلام اللي انت عايزه تقوليه مع اصحابك مع زميلاتك سواء في الشغل او مع قريباتك ومامتك مع الدنيا كلها ومع خطيبك او يعني او حتى قبل ما تتخطبي. يعني بلاش ان احنا في عاده بعض الستات تحب تعملها، ان الزوج لما يجي انا احكي له كل اللي حصل في اليوم، يسمعني في كل اللي حصل في التفاصيل في اليوم، كل يوم اكيد في تفاصيل يعني بتتكرر، فمش لطيف ان انا اقعد اقول نفس الكلام ومفيش حاجات بالفعل اضافات في نفس اليوم، يعني اقول نفس الكلام كل يوم ده شيء الى حد ما بيبقى ممل شويه. طب نعمل ايه؟ الزوجة عايزه تتكلم، ده حقك، وعلى فكره الكلام حلو نفسيا لان العزله يعني فيها ضرر كبير جدا، بس خلينا وسط بقى، نعمل ايه؟ نقسم الكلام، كلمي مع مامتك، كلمي مع اصحابك، سواء على النت على بالموبايلات باي طريقه، طلعي جزء من شحنه من رغبتك في الكلام بشكل ايجابي قبل زوجك ما يجي، دي اول حاجه. تاني حاجه خدي بالك، يعني يا ريت نبتدي نعرف نقرا وشوش بعض، يعني انا ما بقاش الراجل جاي شكله مخنوق وتعبان، الطريق واقف، السكه عامله، اليوم ما كانش لطيف، وانا ابتدي ان انا ايه اقول لا هو حقي ان هو يسمعني، يعني في بعض الزوجات تقول لك انا من حقي ان هو يسمعني، مش لا، المساله لما هتوصل من حقي ان هو يسمعني احنا كده هندخل في سكه مش لطيفه، لا ابتدي اشوف لو لقيت شكله مشدود شكله كده خلاص يبقى ااجل كلامي شويه واسيبه يهدى وبعد كده ممكن نتكلم بهدوء، دي اول حاجه. في بعض الكلمات اللي الزوجات بتقولها بتجيب نتائج عكسيه، يعني مثلا انت ما بقتش تحس بيا، انت ما بقتش تهتم بيا، هو انا فين في حياتك، انا ملياش اي قيمه في حياتك. الزوجات بيعملوا دوت وفاكرين ان هي لما هتقول الكلام دوت ان الزوج ايه هيبتدي يراجع نفسه يقول لا والله انا غلطان، انا مقصر، انا لازم ايه اتغير. لا، الحقيقه حتى لو جابت تاثير بس تاثير وقتي، بعد فتره بيجيب نتائج عكسيه. عشان اقرب دوت لاي زوجه، تخيلي لو صديقتك المقربه كل شويه تتصل بيك تقول لك ايه انت فين، انت بتساليش عليا، انا زعلانه منك، انت اتغيرتي انت اتغيرتي، بعد فتره مهما كنتي بتحبيها مهما كانت هي اهم انسان عندك في الدنيا، هتحسي فعلا انك انت اتخنقتي منها وانك انت متضايقه، يعني ما ينفعش ان حد على طول محسسك انك انت مقصره. فبدل كده نعمل حاجه لطيفه جدا، يعني وانا قلتها يعني بعض الزوجات وجابت نتيجه لذيذه. دلوقتي كلنا بنقعد على النت، كلنا في حاجات ممكن، اولا وسعي الحاجات اللي انت تتكلمي فيها مع زوجك، يعني تابعي حاجات سياسيه بس من غير خناق طبعا، في صفحات فيها حاجات كوميديه كتيره جدا، شوفي حاجات منها، ولما يجي زوجك من الشغل قوليها له، يعني وسعي المجالات اللي انت بتتكلمي فيها، ممكن في طرفه شفتيها، ممكن في معلومه طبيه غريبه شويه، يعني وسعي حياتك، حوارك مع زوجك هيبقى اوسع هيبقى اجمل، هو نفسه هيبقى حابب ان هو يسمعك. بس نعمل ايه؟ بلاش مثلا لو انت عايزه تتكلمي مثلا معايا مثلا ساعه، بلاش الساعه تبقى ورا بعض، الرجاله ما بتحبش دوت، قسميها
شايفاه مثلا بيتابع حاجه على الفضائيات مثلا او كده، اقعدي جنبيه واسمعي وبس، وممكن بعد ما تخلص البرنامج اتناقشي معاه. انا اقصد بلاش حته ان ايه انا عايزه اتكلم دلوقتي سيب اللي في ايدك، دي بتعمل مشاكل. لان اكيد انت يعني قبل ما تتجوزي مثلا لو صاحبتك او اختك او اي حد قال لك سيبي اللي في ايدك وكلميني، هتحسي في نوع من الايه من السيطره او من الضغط عليكي عشان تتكلمي. زي ما قلت هنوسع كلامنا مع الناس، مع صديقاتنا، هنحب نفسنا قوي، هبتدي ان انا اوسع حياتي، اوسع اهتماماتي. برضو في حاجه مهمه جدا هتستغربوها، يعني ان الزوجه اللي بتمارس رياضه بتبقى اعصابها اهدى وبتبقى اجمل، وفي نفس الوقت بتبقى تعرف تتعامل احسن مع زوجها لان هي حياتها اوسع. فحاولي كل ما هتوسع حياتك كل حوارك مع زوجك ما هيبقى اجمل، وكل ما يحبك اكتر، زي ما بدعي لكم كلكم.